عندما رفضت إليزابيث ملكة بريطانيا هدية فاخرة من باشا مراكش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. في 8 أبريل 1953 وجه وينستون تشرشل رسالة للحاجة هامي الكلاوي باشا مراكش، يدعوه فيها إلى حضور حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية، وهو الحفل الذي سيعقد وقتها يوم 2 يونيو 1953. وجاء ضمن الرسالة التي وجهها الوزير الأول البريطاني الذي كانت تربطه بالباشا الكلاوي علاقة متينة، ذكر اللقاءات التي جمعتهما سواء بمراكش أو لندن. وكتب تشرشل في تلك الرسالة للباشا الذي وافته المنية في 23 يناير 1956: سمعت بأنكم ستكونون بإنجلترا هذا الصيف خلال تتويج الملكة، إذا كان الأمر كذلك سأكون مسرورا بأن تكونوا ضيفي الخاص. وزاد تشرشل في الرسالة ذاتها: إذا كان يهمكم مشاهدة الموكب الملكي يوم 2 يونيو، أرجو أن يكون بإمكانكم قبول هذه الدعوة، وعلى كل حال فأنا مشتاق لرؤيتكم متى حللتم بهذا البلد. ويعود أول لقاء للباشا الكلاوي بوينستون تشرشل إلى 1937 بالجنوب المغربي، لكن علاقة الرجلين توطدت بعد تعاقب تشرشل على زيارة مراكش وإقامته بفندق المامونية. وتعمد الكلاوي إكرام الرجل كما هي عادته في استمالة الأوروبيين عبر إغراقهم بالهدايا ودعوتهم لموائد باذخة. حتى إن تشرشل كتب في رسالة تعود إلى 1951 أنه تلقى ديكين روميين من الكلاوي، إذ كتب: بعد عودتي مباشرة من تنغير، تلك الجنان الفاتنة لمن هم رسامون مثلي، وجدت في الفندق الديكين الروميين اللذين أكرمتموني بهما مع خطابكم، فتقبلوا شكري على الهدية والطيبوبة واللباقة وحسن الضيافة التي حففتموني بها، ذهب وألماس وزمرد. إلا أن دعوة تشرشل لباشا مراكش جاءت هذه المرة لحضور حفل التتويج في عز الخلاف الذي نشأ بين الكلاوي والسلطان محمد بن يوسف، وإن كان ابنه عبد الصادق الكلاوي أورد في كتابه أبي الحاج هامي الكلاوي الأوبة أن تلك الدعوة لم تكن سوى علامة من الصداقة الشخصية التي تربطه بأكبر شخصية بريطانية، موردا في الكتاب نفسه عددا من الرسائل التي تربط الباشا القوي بوينستون تشرشل وبعدد من الشخصيات المهمة في تلك الفترة. مع ذلك فقد حزم باشا مراكش القوي أمتعته وسافر نحو لندن نهاية شهر ماي، وحمل معه هدية فاخرة للملكة إليزابيث عبارة عن قلنسوة من الذهب ومرصعة ب12 زمرد بحجم بيض الحمام وبالألماس. ولم ينسى الكلاوي أن يأخذ معه هدية ثمينة للأمير فيليب أيضا، إذ اختار له من مخزوناته خنجرا مغربيا غمده من الذهب الخالص ومرصع بالأحجار الكريمة، ثم سافر بهذه الهدايا نحو مدينة لندن لتقديمها في حفل التتويج الذي دعي إليه ليشاهد مراسمه من منصة الوزير الأول البريطاني. الملكة ترفض هدايا الكلاوي، ورغم أن الكلاوي حضر حفل التتويج إلا أن الملكة إليزابيث رفضت أن تقبل هداياه الفاخرة، وقد كلفت الوزير الأول البريطاني ليبرر ذلك في رسالة مؤرخة في 14 يونيو 1953. كتبت تشرشل للكلاوي في تلك الرسالة أن الملكة تعبر عن شكرها الصادق لتلك الهدايا الفاخرة التي جلبها باشا مراكش إلى لندن، مخبرا إياه بأن هناك قاعدة صارمة تتبعها الملكة بخصوص قبول الهدايا، فهي تقبلها فقط من رؤساء وملوك الدول. ولم يفوت تشرشل أن يؤكد للكلاوي أن الملكة متيقنة من حسن نواياه، معيدا إليه هداياه الفاخرة التي عاد بها من جديد نحو مراكش. وكتب عبد الصادق الكلاوي تعليقا على هذا الحدث في الأوبة الذي سرد فيه محطات مهمة من حياة والده باشا مراكش: شهد الحاج هامي الكلاوي حفلة تتويج الملكة في لندن في مقصورة الوزير الأول، وعاد بهداياه من غير أن يرى في ذلك أي مساس بشخصه، ما كان يهمه هو أن تعلم الملكة بنيته تقديمها إليها، كما تفهم جيدا موقف صديقه المتحفظ من الآثار التي تركها الحدث بالمغرب.
ويخلص ابن الباشا في فقرة أخرى إلى أن ذلك الحدث لم يترك أثرا سيئا يذكر على علاقات الصداقة التي تربط بين الوزير الأول البريطاني والكلاوي، فسنجدهما بعد ذلك معا في لندن سنة 1954، مضيفا: وفي 1955 خلال المرض الأخير للكلاوي، حرص السور وينستون على السؤال عن أحواله الصحية، وحافظ على علاقات صداقة كبرى مع أبنائه بعد وفاته. عندما صنعت شركة كارتييه ساعة مقاومة للماء خصيصا للباشا الكلاوي في سنة 1930، طلب الباشا تهامي الكلاوي من صانع الساعات الفرنسي لويس كارتييه صناعة ساعة مقاومة للماء خصيصا له من أجل أن يرتديها أثناء السباحة، وبعد مدة من ذلك قررت الشركة المصنعة لها إطلاق مجموعة جديدة مستوحاة من الساعة الأصلية للتذكير بالساعة الفريدة ومالكها. كانت هامي الكلاوي رجلا سلطويا يعشق الفن وحياة الرفاهية، فخلال توليه منصب باشا مدينة مراكش كان يعيش حياة البذخ والرفاهية، إذ كان يقيم حفلات ويتجول في أوروبا لمقابلة أصدقائه ومعارفه الأثرياء. وذكرت مجلة روب الأمريكية أن لويس كارتييه صنع في 1931 ساعة للكلاوي، وكانت محاولة مبكرة لتلبية احتياجات أحد الزبناء، وهي الساعة التي سيتعرف عليها أكثر الأشخاص الناجحين والمهتمين بالموضة. وأشار المصدر نفسه إلى أن الكلاوي أراد حينها أن تكون ساعته مقاومة للماء لتتماشى مع ممارسته للسباحة يوميا في مسبحه الخاص، كما أصر على أن تكون صالحة بما فيه الكفاية لتتحمل الغوص المستمر في الماء، وفي نفس الوقت أنيقة بما يكفي لارتدائها عند مقابلة المشاهير ورؤساء الدول. واستجابة لطلب الباشا المغربي، ابتكر كارتييه ساعة يد ذهبية يمكن جعلها محكمة الإغلاق في الماء، ومزينة بغطاء على شكل شبكة واقية وعلبة صغيرة من الذهب عيار 18 قيراط منقوش عليها الرقم 1. وكانت الساعة نسخة فريدة من نوعها، وألهمت الشركة الفرنسية لإطلاق مجموعة جديدة أطلقت عليها اسم الباشا. وفي أربعينيات القرن العشرين، أضافت شركة كارتييه إلى قائمة الساعات الدائرية المقاومة للماء التي استوحتها من الساعة المخصصة لباشا مراكش، والتي اختفى أي أثر لها مباشرة بمجرد إزاحة الباشا من السلطة في الخمسينيات من القرن العشرين بالتزامن مع جلاء سلطات الحماية الفرنسية. وفي سنة 1985 أطلقت الشركة المصنعة للساعات الفاخرة مجموعة جديدة تحت اسم الباشا تكريما للساعة ومالكها، وهي المجموعة التي يتم تجديدها دائما بالرجوع إلى شكل الساعة الأصلية للباشا تهامي الكلاوي. وأعربت شركة كارتييه عن رغبتها في استعادة هذه الساعة الفريدة، وقال ستانيسلاس دي كويركيز الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كارتييه في أمريكا الشمالية في تصريح لصحيفة روب ريبورت في سنة 2003: إنه من المرجح أن يكون الكلاوي قد أعطى الساعة ربما لوريث أو صديق، وأضاف: آمل أن أجدها وأشتريها مرة أخرى. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في حفظ الله ورعايته.